الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج الأخبار الليلة الذي نناقش فيه أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، بداية من الرسائل المصرية الإسرائيلية المتبادلة بشأن هدنة غزة ومسار المفاوضات المتأزم، مطاردة واعتقالات لعناصر حزب الله بين أسبانيا وألمانيا، في العراق مهلة أخيرة للكتل السنية للتوافق على مرشح لرئاسة البرلمان، وخريطة سياسية جديدة في ليبيا بين البرلمان ومجلس الدولة للتأكيد على تفاهمات سابقة. كل هذه الملفات نناقشها بالتفاصيل مع ضيوفنا، والبداية دائما بالعناوين. وزير الخارجية المصري يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ومحور فيلادلفي. نتنياهو يرد بجولة في المعبر. إسبانيا وألمانيا تعتقلان عناصر من حزب الله للاشتباه بتهريبهم قطع طائرات مسيرة استخدمت بالهجوم على إسرائيل. الإطار التنسيقي يتمسك بالمهلة الممنوحة للسنة للتوافق على مرشح لرئاسة البرلمان، وخلاف الزعامة يهدد العرف السياسي. خريطة سياسية جديدة في ليبيا، مجلسان النواب والدولة يتوافقان على حكومة موحدة وانتخابات وفق قوانين لجنة 6+6. غير معكم، أهلا بكم. مفاوضات لشراء الوقت والحفاظ على الائتلاف الحكومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هكذا باتت عناوين الصفقة المحتملة أو المؤجلة بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. نتنياهو وبعض الشروط التي وصفت بالتعجيزية التي أضافها لمسودة الاتفاق المحتمل، يعقد مساء اليوم جلسة مع وزير الدفاع وفريق التفاوض وفق مسؤول إسرائيلي كبير لموقع والا. فإن الهدف من جلسة اليوم هو تأكيد الموقف الإسرائيلي الرسمي من المطالب الجديدة التي طرحها نتنياهو في خطاباته الأخيرة بشأن تنفيذ الاتفاق. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه إذا تمت الموافقة على التعديلات المحدثة رسميا فسيتم إرساله إلى الوسطاء. وفي مقابل هذا الحراك، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد الموقع المقدس الأكثر حساسية في القدس صباح اليوم، مهددا بتعطيل محادثات وقف إطلاق النار في غزة. وقال بن غفير إنه يضغط على نتنياهو حتى لا يستسلم للضغوط الدولية ويواصل الحملة العسكرية في غزة. ويعد بن غفير شريكا رئيسيا في الائتلاف، ويتمتع أيضا بالقدرة على حرمان نتنياهو من أغلبيته البرلمانية ومحاولة فرض انتخابات مبكرة. وفي مقابل ذلك، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي شدد على تمسك بلاده بانسحاب القوات الإسرائيلية من رفح الحدودية جنوب قطاع غزة وتسليم تشغيل المعبر للسلطة الوطنية الفلسطينية. وبعد التصريحات المصرية بقليل، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جولة داخل معبر رفح والتقى الجنود الإسرائيليين هناك. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور صبحي عسيلة، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حيفا. ينضم إلينا المحلل السياسي يؤاب شتيرن. أبا من يؤاب شتيرن، يعني هدف الاجتماع
كما هو موضح الأهداف معروفة، هي محاولة تثبيت لشروط نتنياهو المتعلقة ببقائه في محور فيلادلفي، في عدم مغادرة معبر رفح، عدم عودة المسلحين إلى الشمال وغيرها من الشروط. ما المتوقع من هذا الاجتماع مع المواقف الإسرائيلية المسبقة؟ نعم، هذه النقاط وخصوصا معبر رفح ومخبر فيلادلفي وأيضا عودة اللاجئين بما فيهم المسلحين ربما إلى شمال قطاع غزة، هذين النقطتين طرحت وذكرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية كنقاط التي نتنياهو يفكر فيها مرة ثانية، وكأنها شروط جديدة يضعها ربما في إطار الرد الإسرائيلي على الموقف الفلسطيني، موقف حماس للوسطاء. الآن كل هذه الأيام هناك انتظار من قبل الوسطاء للرد الإسرائيلي. أنا أعتقد أن نتنياهو يماطل بإعداد هذا الطرح إلى حين وصوله إلى واشنطن. هو يذهب إلى واشنطن يوم الأحد القادم، وهو أيضا يريد أن يمنع تفكيك حكومته. فهل هي مناورة فقط أو ستكون هناك موقف تغيير في الموقف الإسرائيلي؟ لأنه الموقف السابق هو موقف إسرائيلي اقترحه نتنياهو، فهل سنرى بالفعل إنه هذا هو الموقف الجديد لإسرائيل، مما يعني انسحاب نتنياهو من المواقف التي طرحها قبل، أو هي فقط للاستهلاك الداخلي للتصريحات موجهة إلى معسكر اليمين في إسرائيل؟ لا نعرف، وربما سنفهم ذلك فقط الأسبوع القادم عندما نفهم ما هو رد فعل أو تقديرات الوسطاء، وربما يتم يعني عبر الرسالة التي قد تصل إلى حماس. طيب، قبل أن نذهب إلى ضيفنا من القاهرة، نذهب لنتابع ما قاله نتنياهو عندما زار معبر رفح هذا اليوم بعد أن طالبت القاهرة بخروج إسرائيل من محور فيلادلفيا ومعبر رفح. لقد تشجعت هنا فقط بفضل إنجازاتكم العظيمة، وأصبحت أقوى عندما أدركت أن عملكم الهائل فوق وتحت الأرض ضروري لأمن إسرائيل، وأصبحت أقوى عندما أدركت أن امتلاكنا لمحور فيلادلفيا ومعبر رفح ضروريان للاستمرار. الضغط العسكري الذي يمارسونه هنا على حماس يساعدنا إلى جانب الثبات على مطالبنا العادلة في تعزيز صفقة المختطفين، بما في ذلك مطلبنا بالإفراج عن أكبر عدد ممكن من المختطفات والمختطفين في المرحلة الأولى من الصفقة. هذا الضغط المزدوج لا يؤخر الصفقة بل يروج لها. دكتور صبحي، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. نتحدث عن الفيديوهات الأولى عندما انتشرت، لغة جسد يقول البعض بأن نتنياهو يرد وبشكل غير مباشر على مطالبات وزير الخارجية عندما تحدث عن مغادرة إسرائيل للمعبر ليخرج نتنياهو على بعد أمتار قليلة من المنفذ مع مصر. كيف ستتعامل مصر الآن مع هذا الأمر الواقع؟ إسرائيل موجودة في المعبر. يعني خليني أؤكد لحضرتك بداية أنه هذه الزيارة طبعا هي زيارة استفزازية بكل تأكيد، وأؤكد أيضا أن الموقف المصري من ضرورة انسحاب إسرائيل من محور صلاح الدين ومن معبر رفح ده أمر مستمر، ووزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي يؤكد هذا الموقف الذي أكدته مصر مرارا وتكرارا. النقطة الثالثة أن بنيامين نتنياهو في زيارته النهاردة لرفح، أنا لا أتصور أنها ردا على تصريحات وزير الخارجية المصري، لأنه لا يمكن تصور أنها تمت مباشرة بعد هذه التصريحات، إنما بكل تأكيد هي استفزاز ليس للجانب المصري فقط بل لفكرة المفاوضات من أساسها. بنيامين نتنياهو هدفه الأساسي أن ينسف هذه المفاوضات وأن يضع في اتجاهها وفي طريقها شروط تعجيزية في الحقيقة، لأنه إذا كنت تتفاوض وتدخل في جولة مفاوضات ثم تقول أنك ستبقى في محور صلاح الدين وستبقى في معبر رفح، فلا يمكن أن يوافق أي أحد، لا مصر ولا الوسطاء ولا حماس ولا الفلسطينيين، على هذه الصفقة بأي حال من الأحوال. هو الآن يعني
يضع عقبة أساسية، يعرف مسبقا أن حماس على الأقل سترفضها، ورفض حماس هذا ربما يساعده في التعامل أو في أثناء تواجده داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هو يحاول أن يقول أن حماس هي التي ترفض، هو يضع الشروط ويجيد التعامل طبعا مع الرأي العام الأمريكي والرأي العام الدولي أن هذه شروط كما قال هو في المقابلة أو في التصريحات التي أزعتموها منذ قليل أنه مطالب عادلة وأن هذا الموضوع يحقق أمن إسرائيل. إذن هو يطرح هذه المطالب ويسوق أنها مطالب عادلة، ويحاول أن يضع أو يحشر حماس في زاوية أنها هي التي ترفض هذه المطالب من وجهة نظره المطالب العادلة. مرة أخرى أؤكد أن الموقف المصري واضح تماما، ليس فقط لخطورة بقاء إسرائيل في هذه المنطقة ولا لأي تداعيات أخرى، ولكن لأنه لا يعني أن هذه الدولة وبنيامين نتنياهو يريد سلام ويريد الدخول بجد في جولة مفاوضات أو في صفقة مفاوضات لا تعيد فقط الرهائن كما يتصور أنه يعني بمنحة أو باتجاه أن يعيد الرهائن وتنتهي الأمر عند هذه النقطة. هذا ليس موقف الفلسطينيين وبالضرورة هو ليس موقف مصر. مصر تطرح المقاربة الشاملة منذ اليوم الأول أن هذه الصفقة وهذه المفاوضات التي نخوضها هي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وليس لتحقيق غرض بنيامين نتنياهو أو غرض وحيد من هذه الصفقة وهو مسألة تحرير الرهائن وفقط. إذن هذا الموقف ثابت، بنيامين نتنياهو الآن يضع شروطا تعجيزية يحاول من خلالها أن يبدو كما تعرض الصور الآن بصورة المنتصر وصورة الذي يزهو بهذا الانتصار، حتى لغة جسده في الحوارات وفي جلسته التي يعني جلسها مع جنوده تقول أنه هذه الصورة يعني مرسلة إلى الرأي العام الإسرائيلي، وأيضا تأكيده مع الجنود على أنه وجوده هنا بسببهم. هو يحاول أن يرمم العلاقة حتى مع أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه معهم وأنهم طيب. ينجزون وأنهم يحققون خلينا أقول مكاسب استراتيجية كبيرة لمصلحة أمن إسرائيل. نعود إلى السيد يؤاب، دائما في الجولات السابقة ما بين حماس وإسرائيل من تصعيد وعلى كانت أقل من ما نشهده الآن من توتر وتصعيد، كانت دائما ما تلجأ تل أبيب للقاهرة. لماذا هذه المرة لا تهتم كثيرا، لا تكترث بدور القاهرة المتعلق بحل هذه المشاكل؟ أنا لا أوافق على هذه المقولة. أعتقد أن الموقف المصري مهم جدا، والعلاقات مع مصر استراتيجية بالنسبة لإسرائيل. نعم صحيح هناك خلافات، لا هي ليست موافقة من حضرتك أستاذ يؤاب أو من غيرها، ولكن ما يقوم به نتنياهو يعتبره كما قاله ضيفنا من القاهرة محاولة استفزازية للجانب المصري الذي يطالب بأن يخرج الإسرائيلي من المعبر ومن محور فيلادلفيا. نعم، وحول هذه النقطة أقول إنه الموقف المصري واضح تماما، وهو يعلن وقد أعلن قبل الاجتياح الإسرائيلي لرفح. وفي هذه النقطة يجب أن تقبل القاهرة إنه لإسرائيل موقف مختلف. إذا ما وجدت إسرائيل بالطرف الفلسطيني لمحور فيلادلفيا أنفاق، حتى لو كانت مسكرة من الطرف الآخر مغلقة، يجب على إسرائيل معالجة هذا الموضوع. حقيقة أن مصر موجودة هناك، ويجب على الجميع وعلى إسرائيل احترام الطرف المصري. طيب أنت قلت أنه لدى مصر موقف واضح جدا لإسرائيل، طيب لماذا لا تظهر إسرائيل موقفا واضحا من كل ما يجري الآن في معبر رفح ومحور فيلادلفيا؟ موقف إسرائيل حول هذه النقطة هو إنه وجودها هناك على الأقل اجتياحها وإمكانية الوصول إلى كل هذه الأنفاق، وأيضا منصات الصواريخ التي كانت بشكل متعمد موجودة هناك في هذه المنطقة بسبب قربها للحدود المصرية. هذا يعني أعتقد إنه القاهرة على الأقل احتوت هذه الأزمة. الآن المحادثات فيها نقطة خلافية أيضا في إسرائيل، هناك من يقول إنه يجب على إسرائيل عدم التواجد في هذه المنطقة، وأنه هناك إجراءات يتم البحث فيها بمشاركة الطرف المصري وبموافقة الطرف المصري أن تخرج إسرائيل من هذه المنطقة، ولكن بالمقابل وبمشاركة أمريكية يجب أن تتخذ إجراءات لمنع تهريب أي تهريب للسلاح للعتاد للبضائع للأشخاص
لحماس وأن يكون هناك موافقة بين كل هذه الأطراف. ألا تعتقد أن هذه التهم عفى عليها الزمن؟ لأنه منذ التحركات الأخيرة المصرية على المعبر قد أنهت هذه المشكلة وكررتها مرارا القاهرة بأنه لا يوجد تهريب للأسلحة على الحدود. هناك حالة استثنائية هنا أستاذي الكريم. بنيامين نتنياهو يوافق على إجراء محادثات سياسية مع القاهرة، يتحدث بمستقبل محور فيلادلفي، هو يرفض أن يتم أي بحث في أي قضية سياسية، ولكن في هذه النقطة كما يبدو المحادثات التي تجرى في القاهرة تشمل عودة المراقبين من الاتحاد الأوروبي وربما خطوات أخرى بمشاركة أمريكية، وهذه النقطة التي أعتقد أن يعني يجب أن نفهم أنه مشاركة وتعاون بين كل الجهات، فقط هكذا يمكن أن نصل إلى نتائج التي ستكون أحسن. نتنياهو الآن يقوم بتصريحات نارية في هذه النقطة منذ أسابيع، يقول علينا أن نسيطر على محور فيلادلفي، وربما مرات يضيف إليها نتواجد في محور فيلادلفي، ليس دائما يقول هكذا، ولكن في إسرائيل الجهات الأمنية والجيش يقول. لهذا السبب أنا قلت لك لماذا لا يوجد هناك موقف واضح من إسرائيل. دعني أذهب إلى القاهرة إلى الدكتور صبحي. دكتور صبحي، مع كل هذه الضبابية في الموقف الإسرائيلي في التعامل مع محور فيلادلفيا ومعبر رفح، كانت هناك اجتماعات الليلة الماضية فيما يتعلق بهذا الملف، وكانت هناك معلومات تتحدث بأن هناك بالفعل اتصالات مع السلطة لأن تكون هي المسؤول في إدارة المعبر. نعم، يعني هذه التوصلات أو هذه الاتصالات قائمة وموجودة. المشكلة أن بنيامين نتنياهو لا يريد أن ينهي هذه الأزمة. هو لا يريد حماس ولا يريد السلطة الوطنية الفلسطينية، هو يريد أفكار أخرى تساعده الآن فيها الولايات المتحدة الأمريكية، أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية وأن يحصل على ضمانات في استكمال مسلسله للحصول على أو لطرح شروط تعجيزية في الحقيقة، أو شروط لا يمكن لأي طرف أن يلبيها لبنيامين نتنياهو. هذه المنطقة على الحدود كان ينظمها اتفاقية المعابر، وهناك اتفاقية بين مصر وإسرائيل لتنظيم التواجد في هذه المنطقة. هو الآن يحاول أن يضرب عرض الحائط بهذه الاتفاقيات. هو يقول الآن أنه لابد من وجود ترتيبات جديدة ليضمن الحجة التي قلت حضرتك أنها يعني تم استنفاذها في الحقيقة وعفى عليها الزمن، وهي مسألة تهريب الأسلحة. وتهريب الأسلحة هنا هي مسألة يطرحها دائما لتبرير تواجده في هذه المنطقة، وأنه قادر على أن يحمي هذه المنطقة من تهريب الأسلحة، بينما مصر قالت كلمة واحدة وفعلت كل ما يمكن فعله لغلق هذه الأنفاق ووقف موضوع التهريب تماما، لأنه أيضا موضوع التهريب يضر باستقرار وأمن هذه المنطقة. وهذا ما قلت أنه المبدأ المصري الأساسي، أنه لابد من تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، إذا لابد من ضبط الحدود، لأن ضبط الحدود هنا هو مصلحة مصرية أيضا، وفي المقام الأول والأخير هو مصلحة مصرية. ومن ذلك قامت مصر باعتبارها مسؤولة وذات سيادة في هذه المنطقة بهذا الدور تماما، ولا تنتظر من إسرائيل أن تكون موجودة في هذه المنطقة لحمايتها. هذه أرض فلسطينية حددتها في السابق اتفاقية المعابر بالنسبة لمعبر رفح، وإذا كان بنيامين نتنياهو يريد أن يضمن بقاء هذا المعبر ليعمل من أجل الفلسطينيين ومن أجل الأمن والاستقرار وتحقيق هذه الهدنة في هذه المنطقة، فليعود إلى اتفاقية 2005. ضيفك من القدس أو من تل أبيب أشار إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا متوافق على الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية، لكن لا وجود الولايات المتحدة الأمريكية ولا لشركة خاصة كما طرح في السابق ولا لأي جهة أخرى، لأن هذا لن يوافق عليه الفلسطينيون. الفلسطينيون الآن هناك سلطة وطنية فلسطينية إن عادت، التي يعني طردت من هذه المنطقة بسبب حماس وبسبب ما قامت به، يمكن أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية ومعها الاتحاد الأوروبي، ونعود إلى اتفاق 2005، يعمل المعبر كما كان يعمل بكل الطرق التي تؤمن الجانبين، سواء كان الجانب الفلسطيني أو حتى الجانب المصري. بدون ذلك أتصور تاني وأؤكد مرة أخرى على أن بنيامين نتنياهو بطرح لهذه الشروط هو يحاول أن يناور ويراوغ ويهرب إلى الأمام بقضايا خلافية مع كل الأطراف في الحقيقة، وهو يعرف أنها ليست محل اتفاق، ولكنه يستهلكها للضغط على أعصاب هؤلاء الأطراف. كل هذه الأطراف يضغط عليها بنيامين نتنياهو مثل هذه الشروط، وأنا أؤكد من الآن أنه مع استمرار الوقت سترى شروطا جديدة وتصرفات جديدة من قبل بنيامين نتنياهو، لأنه تاني مذهبه الأساسي أو منطقه الأساسي هو أن يستهلك الوقت ويضع العراقيل تلو العراقيل، وكلما حللت عقدة هو يعني يضع عقدة
طيب. إنسانية حتى تتوه في وسط هذه التشابكات كثيرا. والتفاوض مع الإسرائيليين بالمناسبة آخر جملة دايما مهلك ومنهك، بسبب أن الإسرائيليون يطرحوا لك كثيرا من التفاصيل، وكلما وصلت الاتفاق بشأن نقطة معينة يطرحون مئات النقاط الأخرى الهامشية المهمة أو غير المهمة. لماذا سيد يؤاب، لماذا إسرائيل دائما ما تحاول أن تثير نقاط هامشية أخرى مهمة؟ إذ ما عدنا إلى اتفاقية المعابر تنص بشكل صريح على وجود الاتحاد الأوروبي والسلطة، وهذا ما يقبله أو تقبله القاهرة بشكل واضح وصريح، لكن لا يوجد هناك حديث عن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا شركات خاصة. نعم، فكبداية أقول أنني أعتقد أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء فاشل ويجب علينا تبديله بأسرع وقت ممكن، ولكن حتى هذه اللحظة هو من يمسك القرار، القرار في يده، ونرى المماطلة ونرى الشروط الجديدة لأعتقد أعزو ذلك لأسباب سياسية. كما يقول بن غفير اليوم في الحرم القدسي الشريف، هو يصلي من أجل ألا تكون هناك صفقة، لأنه هو يرى في صفقة فاشلة، هو يعتقد وهو ربما سينسحب إذا كانت هناك صفقة مع حماس، ولكن شركاء آخرين مثل شاس وخخامات شاس اليوم أعلنوا أنه هناك حاجة بتنفيذ هذه الصفقة. أعيدا إلى سؤالك، وأيضا كملاحظة لما قاله دكتور صبحي، أعتقد أنه لا يمكن أن نتوقع أن تعود الأمور لما كانت عليه في سنة 2005 قبل استيلاء حماس على غزة. إسرائيل دخلت إلى غزة لكي تغير الواقع، الواقع وكل الأطراف المعنية ومصر فيها يجب أن تعترف بأن الظروف هي مختلفة تماما. أنا لا أقول أنه على مصر قبول تواجد إسرائيلي أو احتلال إسرائيلي لأراضي فلسطينية. أليس الأفضل لإسرائيل أن تدير السلطة الفلسطينية المعبر، كون هناك سلطة حقيقية قائمة؟ أنا ربما لدي جواب آخر شخصي، ولكن حكومة نتنياهو ترفض ذلك جملة وتفصيلا، والآن هي لا تريد أن تقترب السلطة من غزة لأنها لا تريد أن تفاوض السلطة الفلسطينية على حل الدولتين، ونتنياهو لا يريد أن يسمع أي دور لطرف السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، ولهذا السبب هو يقوم بوضع ربما هذه شروط أخرى. وأيضا ملاحظة أخيرة بالنسبة للتفاصيل الصغيرة التي ذكرها دكتور صبحي، عندما ليس هناك ثقة بين الأطراف نرى هذه الديناميكيات، لأنه المبدأ الكبير إذا تم التوافق والتفاهم حوله فكل الأمور الأخيرة قد يعني تصل الأطراف إلى موافقة بالنسبة لها، ولكن عندما ليس هناك ثقة، وفي هذه الحالة للأسف نرى أن ليس هناك ثقة ولأسباب، هناك أسباب حقيقية لذلك، نرى هذه الديناميكية. هذا لا يعني أنه ما يقوم به نتنياهو يجب أن يكون مقبولا، ولكن القرار في يد نتنياهو، ويجب على كل الأطراف بما في ذلك حماس أن تفهم ذلك، وساعتها عليها أن يعني تصل إلى الجواب التي تريده. استمرار الحرب يعني المزيد من الخراب ودمار والعنف والقتل التي نراه في قطاع غزة، وإذا حماس تعتقد أنها بإمكان الشعب الفلسطيني أن يتحمل ذلك، فعليها المماطلة أيضا في أو عدم قبول هذه الشروط. من حيفا المحلل السياسي يؤاب شتيرن، ومن القاهرة كان معنا الدكتور صبحي عسيلة رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. نعود بعد قليل. الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام، كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله.
لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. أهلا بكم من جديد. فقط نتوقف مع هذه الأخبار العاجلة نقلا عن أكسيوس. إذن مسؤولون كبار بالحزب الديمقراطي يتوقعون انسحاب بايدن من السباق هذا الأسبوع. في العراق 9 أشهر مضت ومنصب رئيس البرلمان شاغر دون توافق بين الكتل السنية التي تتوالى وفق العرف السياسي. هذا المنصب الذي يشهد خلافات حادة بين الزعامات السنية حالت دون التوافق على حل وسط. وفي هذا الإطار أكد الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية إمكانيته في تمرير مرشح رئاسة البرلمان وفق الأغلبية التي يمتلكها بمجلس النواب في حال عدم تفاهم القوى السياسية السنية فيما بينها. وقال علي البنداوي النائب عن الإطار في تصريحات لشفق نيوز إن مهلة الإطار التنسيقي للقوى السياسية السنية تقترب من النهاية بعد غد، وأن الإطار يستطيع تمرير أي مرشح لرئاسة البرلمان، لكنه لا يريد حاليا تمرير أي مرشح ليس متفق عليه داخل البيت السياسي السني. وأضاف أن الإطار التنسيقي أبلغ القوى السياسية السنية بضرورة اختيار شخصية حتى يتم التصويت عليها. في حال استمرار خلاف القوى السياسية السنية فالإطار سوف يمضي بعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان لحسم ملف اختيار رئيس البرلمان دون أي تأجيل. بالنقاش والتحليل من الأنبار المحامي أنور العلواني عضو في حزب تقدم، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الوندي، مرحبا بك. أبدأ مع المحامي أنور، 9 أشهر نتحدث عن خلاف سني سني، السؤال الآن هل ما نشهده من صراع هو صراع زعامات على المنصب أم صراع نفوذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدر تحية لكم ولمشاهدي قناة العربية الحدث وضيفك الكريم. سيد العزيز، 9 أشهر كانت قاسية على الشعب العراقي أولا وعلى التحالف الأكبر، التحالف السني المتمثل بتحالف تقدم برئاسة الرئيس الحلبوسي. حقيقة 9 أشهر كانت ظالمة وقاسية لعدم تمرير مرشح ترضى عنه الأغلبية الشعبية والأغلبية البرلمانية. حقيقة بعد إعفاء السيد الرئيس الحلبوسي من هذا المنصب لابد أن يعطى التحالف الأكبر والمتمثل بكتلة تقدم داخل البرلمان أن يعطى هذا الاستحقاق ويعطى هذا المنصب. وبالتالي نحن أمام عرف سياسي تشكلت منه الرئاسات الثلاثة ومنها رئاسة البرلمان، وبحسب هذا العرف يكون منصب رئاسة البرلمان للكتلة السنية الأكبر. وبالفعل بعد الانتخابات حصل تقدم على اتفاق سياسي بينه وبين السيد الخنجر
أن تعطى رئاسة البرلمان إلى تحالف تقدم وبالنظام نقاط، وأعطي المقابل الأخوة في التحالف السيادة ثلاث وزارات. وبالتالي الأغلبية واضحة أمام الأخوة الإطار التنسيقي وأمام التحالفات الكردية وأمام الشعب. نحن نقول الانسداد السياسي، هناك بوادر خير، سيتم الاتفاق إن شاء الله على مرشح توافقي ترضى عنه جميع الأطراف، ونحن أمام طريق قبل الموعد. قبل الموعد الذي يكون يوم 20 أي بعد يومين سيد العزيز، بغض النظر عن الموعد، نحن نعلم أن التحالفات أعطيت موعد سابق وأيضا من قبل الأخوة في الوطن من قبل الإطار التنسيقي. ليس المهم الوقت، وإنما المهم الحفاظ على الاستحقاق الدستور والانتخابي والاستحقاق الشعبي. وبالتالي نحن كنا مررنا بتجربة سابقة فيما يخص رئاسة الجمهورية، ومضت سنة على التفاهمات وتم اختياره، وبالتالي تم اختيار الجمهورية. نحن لا نريد التأخير ولا نريد المماطل بقدر ما طيب نريد. سنعود إلى هذه النقطة، كونكم لا تريدون التأخير. دعني أذهب إلى بغداد، المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الوندي، مرحبا بك. ما يجري من خلافات في ظاهره، خلافات سنية سنية على ترشيح شخص بعينه، وفي باطنه يقول كثر بأنها توجيهات إيرانية؟ نعم، في البداية تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة وأيضا لضيفكم الكريم. في واقع الأمر تعرفون الرئاسات الثلاثة هي أعمدة النظام السياسي العراقي اليوم، وعدم وجود رئيس لأحد الأعمدة هذه، يعني هذا يسبب أن تكون هذه العملية السياسية عرجاء نوعا ما. في الواقع هو الملف متشابك، هناك أطراف سياسية، ويعني لا يخفى عليكم هناك أطراف سياسية شيعية ترغب باتجاه معين، وأيضا هناك أطراف سياسية سنية ترغب باتجاه معين، لكن هي هنا أنا أتصور الأمر يصل إلى المصلحة العامة. هناك مصلحة عامة تقتضي أن يكون هناك رئيس للبرلمان، خلوه هذا المنصب، هذا يعني عدم تجانس العملية السياسية. تعلمون اليوم العملية السياسية العراقية مرت بانعطافات خطيرة، ولكن الأخيرة التي يعني حصلت بعد داعش، يعني هذا مفروض يكون هو السابق الإنذار الأكبر أنه هذه المكونات التي تشكل الغالبية الكبرى للشعب يجب أن تكون راضية ومرضية. هذا الرضا لا يصدر فقط عن طريق الانتخابات، بل يجب أن يكون هناك توافق في إطار توزيع المناصب. عندما يتم إخلاء أحد المناصب للمكون السني الكريم، هذه حقيقة مشكلة. وعندما نسمع أن هناك أطراف يعني لا تريد أن تستأثر بهذا المنصب أو تستأثر بهذا المنصب، يعني هذا في واقع الأمر مشكلة. هذه من جانب القوى الشيعية. أما من جانب القوى السنية، تعرف جنابك أنه ربما بعض القوى السنية لا ترغب أن يكون هناك رئيس للبرلمان، هم راضون يعني لماذا في هذا الإطار إلى حين وصول الانتخابات. العرف السياسي يقول أن الرئيس البرلمان يعني قطعا لا صحيح. أنا أتكلم مصلحة عامة يتطلب أن يكون هناك رئيس برلمان ممثل للقوى السنية، لكن أنا أقول أنه ربما بعض القوى تعرف أحد المرشحين أو أغلب يعني ضمن القائمة الموجودة اليوم التي لا زال الجدل عليها في أروقة البرلمان هو مرشح ربما قوي نوعا ما، وبالتالي عندما يصل إلى مجلس النواب ربما سيسحب البساط من بعض القوى السنية الأخرى، وبالتالي هذا سيسبب خلل أو عدم توازن في المناطق السنية، وبالتالي ربما تولد زعامات جديدة، ربما تولد انشقاقات ومسارات جديدة، وبالتالي تخلخل هذا الاستقرار النسبي الذي حصل في المشهد السني. هذه ربما أحد التحليلات التي تطرح هنا وهناك، وبالتالي أنا أتصور أرجع وأقول أنه هي هناك مصلحة عامة وهناك مصلحة خاصة. نعم، هناك من يدافع على المصلحة الخاصة ويقول أن هذا رأي الأغلبية في أحد المكون يعني في المكون السني، أن هناك أغلبية في هذا الإطار، لكن أنا أقول أنه سبق خلال السنوات السابقة والدورات السابقة رئيس مجلس النواب هو دائما منصب يتم التوافق عليه من قبل الأخوة السنة، لا تستكثر به الأصوات ويكون هناك عدد مقاعد ليذهب، بل هو حال الرئاسات الباقية، هناك توافق ويذهبون بهذا الاتجاه. لم تطرح أبدا ولا مرة معادلة الأكثرية ومعادلة الأغلبية، وبالتالي من يطرحها هنا وهناك أنا أتصور هناك مصلحة وراء هذا الموضوع. طيب أعود إليك أستاذ أنور، 9 أشهر من الشهور
محاولات كثيرة لحل هذه المشكلة لم تنجح. آخرها الحلبوسي طرح مبادرة وانتهت بعراك في 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 آخر المبادرة. إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه؟ هناك مشاكل للسنة نفسهم قيد تريد أن تحل، منها مسألة قانون العفو العام، قانون المحافظات السنية وكثير من المشاكل الأخرى. سيد العزيز أحسن، فيما يخص وتعقيبا على المصلحة العامة، المصلحة العامة أعطى درسا بها السيد الحلبوسي، وليس هو تمجيدا للسيد الحلبوسي ولا لفريق تقدم. نحن كل يعلم والشارع العراقي والإعلام قدمنا مرشح متمثل بالسيد شعلان الكريم، وأن عندما كان هناك انسداد حول هذا الرجل وهناك جدل سحبنا دعم ترشيح هذا الرجل، وبالتالي مضينا مع مرشح قدمه الأخوة في دولة القانون والإطار التنسيقي وهو السيد محمود المشهداني، وهو الرجل من المكون السني ومن بغداد. هذه الأحداث التي صاحبت عملية يعني اختيار رئيس البرلمان، قدمنا صالح العام لتمرير مرشح ترضى عنه الكتل، وفي نفس الوقت ندافع عن المصلحة العليا والمصلحة الدستورية ومصلحة المكون السني. نحن لن نتخلى عن مصوتين يعني كتلة برلمانية ممثلة بخمسين نائب أو أكثر داخل قبة البرلمان، وبالتالي التخلي عن هذا المنصب هو تخلي عن الشعب وخصوصا المكون السني. ونحن نعلم أن هناك قوانين تم تقديمها في ورقة الاتفاق السياسي إلى الآن لم يتم التصويت عليها داخل قبة البرلمان، وأهم قانون وهو قانون إنساني تكلمتم مشكورين عبر العربية الحدث فيما يخص قانون العفو العام، لدينا 69 ألف معتقل داخل الزنادين، والطاقة الاستيعابية تفوق يعني 300%، وهذا تصريح السيد وزير العدل. نحن نبحث عن مصلحة عليا بتمرير القوانين تحت مظلة رئيس للبرلمان ممثل الكتلة السنية الأكبر، ونحن نعلم أن هناك قفز على هذا الاستحقاق من قبل بعض الشركاء والمجيء بأشخاص، لا أقول المرشحين، ولكن أشخاص تدعم مرشح على حساب مرشح ثاني، وهم كانوا سببا في تأجيج الطائفة، ولا أريد الحديث. من يحكم بينكم فيما يتعلق بالكتلة الأكبر؟ الذي يحكم بيننا التواقيع الحية والكتلة البرلمانية أمام الشعب. السيد الحلبوسي طلب من الشركاء حضور النواب السنة في مقر محايد، وطلبنا أن يكون في منزل السوداني أو في منزل أي شخصية من الكتل الشيعية لمعرفة حجم الكتلة البرلمانية الأكبر. سيد العزيز، الكتلة البرلمانية الأكبر الكل يعلم من هي الكتلة البرلمانية، وهي كتلة التقدم، ولكن هناك صراع انتخابي قبل كل انتخابات يدخل في مضمار هذا السباق منصب رئاسة البرلمان. ولا أخفيك أن المشاكل في محافظة ديالى وفي بغداد دخلت على الخط ودخلت على المناكفات السياسية. ما نرجوه وما نأمله من الأخوة في الشركاء في الوطن هناك طريقة لتمرير مرشح برلمان ترضى عنه جميع الكتل، وفي نفس الوقت ينهي الانسداد السياسي، إما الذهاب بمرشح توافقي بين الكتل وينسحب المرشحين الحاليين بما فيهم المرشح الذي قدمه السيد الرئيس الحلبوسي وكتلة الصدارة، وإما الذهاب بما يعني تعديل للقانون الداخلي وبشكل غير مباشر. نعم، الطريق الأول قلنا سحب المرشحين، وبالتالي قانونا وحتى بالنظام الداخلي لا يكون هناك مرشح ويتم زج مرشح جديد وترضى عنه جميع الكتل. والطريق الثاني حتى البقاء والمرشحين نذهب بالتصويت على تعديل المادة 12 من النظام الداخلي البرلمان، وهذا ليس بالكفر، يتم تعديل المادة ويتم فتح باب الترشيح ويتم إعطاء أسماء ترضى عنها جميع الكتل، وبالتالي حصلنا على مرشح جديد يتم تمريره بسلاسة وبطريقة قانونية ودستورية. طيب سيد أحمد، عدم التوافق على مرشح إذن يذهب بنا إلى تعديل المادة 12.
أنا أتصور الأمر هو ليس بهذه السهولة. تعرفون الكلام الذي يجري في الإعلام غير الكلام الذي يجري في الكواليس، وربما الرسائل العلوية والرسائل يعني التي توجه النمط الأمثل من الوطنية، يعني ربما هذه لا تنعكس بطريقة أو بأخرى في الأروقة السياسية الداخلية أو الخاصة. تعرفون اليوم حتى لو فتح باب الترشيح أو تعديل المادة وفتح باب الترشيح، ما هو الضمان على أنه سيتوافقون على مرشح آخر؟ لا يوجد ضمان لحد هذه اللحظة، لا يوجد هناك توافق إذا أي مرشح. فما يعني ما الغاية من فتح باب الترشيح من أجل أن نخلق فوضى جديدة وأيضا زيادة عدد مرشحين وبالتالي ندخل في دوامات أخرى؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب على القانون أن لا يكون مطاطي، يعني فقط لأنه جهة معينة لم ترضى أو لم تستسيغ ما يحصل في الواقع السياسي وبالتالي تريد أن تغير من منهج ومن مفهوم كامل لقانون الدستوري وقانون مجلس النواب. إذا كان هناك ضرورة لتغيير القانون على الأقل يجب أن يكون هناك اتفاق. عندما قال مقتدى الصدر بأن الكتلة الأكبر في ذلك الوقت عفوا لم أسمع سؤالك. أنت قلت يجب ألا يكون القانون مطاطا، قلت لك ألم يكن مطاطا عندما اعترض الإطار التنسيقي عندما فاز منتدى الصدر بكتلته؟ تمام، هذا كلام دقيق، لكن عندما اعترض الإطار التنسيقي رضى بحكم المحكمة العليا. تعرفون الإطار اعترض على نتائج الانتخابات وزود المحكمة بأدلة أن الانتخابات زورت أو تم التلاعب بها، لكن المحكمة قضت وقالت أن هذه الانتخابات سليمة ولم يحصل أي خرق، وبالتالي الإطار التنسيقي ولكن لم رضى أي بقرار جهة. المحكمة وذهب بتشكيل لا ما يعني هي الجهة ما لها علاقة، لأن المحكمة الاتحادية ذهبت بهذا الاتجاه. أنا أقول أن هناك يجب أن يكون سياق عمل، وهذا السياق يجب أن يكون دستوري وقانوني. لا ضير بفتح باب الترشيح وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لكن شريطة أن يكون هناك توافق. ما المضمون بأنه إذا تم فتحه وسندخل في دوامة جديدة؟ وثانيا المرشحين الموجودين اليوم في الساحة السياسية هم مرشحين جيدين، يعني لا توجد هناك مشكلة إذا حق أحد أو عدم توافق. هناك من يرغب بهذا المرشح وهناك من يرغب بهذا المرشح. إذا يعني كنتم صادقين فعلا في نواياكم اذهبوا إلى مجلس النواب وصوتوا على من تروه مناسبا، ولا تعرقلوا الجلسة مثل طيب. ما عرقلتوها في المرحلة السابقة عندما حصلت وصار هناك شجار. سأذهب إلى الأستاذ يعني أنور الآن. ديناميكية كانت معدة مشكلة. تفضل العديد. يبدو أن المتحدث الرسمي باسم تحالف النصر بعيد عن المشهد أو يتناسى أن هناك مشكلة حصلت فيما يخص الكتلة البرلمانية الأكبر في زمن السيد المالك والسيد إياد علاوي، وتم الاعتراض على تفسير الكتلة الأكبر، وبالفعل تم تشكيل المحكمة الاتحادية في زمن السيد مدحت المحمود وتم تعديل النظام، وبالفعل فسرت المحكمة الاتحادية الكتلة البرلمانية الأكبر، وهذا أهم وأكبر من التعديل الذي يحصل داخل مجلس حتى تفسيرها بحد ذاته لغز حتى الآن. نعم سيد العزيز، فازت السيد كتلة السيد العلاوي واعترض السيد المالك وقال نحن الكتلة البرلمانية التي تشكل داخل مجلس النواب، وبالفعل مضت المحكمة الاتحادية. أنا أقول نحن لسنا ضد الأشخاص أو الأسماء، نحن ضد الإرادات التي تقف خلف الأشخاص. والسيد يقول أن هناك فوضى، ما الفوضى من تعديل نظام داخلي؟ نحن لسنا نريد القفز على القانون، وقدم طلب نيابي، وهذا أصل القوانين وأصل العملية الديمقراطية والدستورية داخل قبة البرلمان. نحن عندما نريد أن نعدل القانون ليس الغاية أن نعطل القانون ونشرع قانون جديد لا يخدم الشعب، على العكس تماما، وإنما مضينا مع طريق قانوني لإنهاء الانسداد السياسي. هذا كل الذي يجري. طيب السيد أحمد لديك أقل من نصف دقيقة، تفضل.
نعم، يعني أنا أقول أنه الحادثة التي حصلت في 2010 لا علاقة لها بما حصل الآن. يعني هذه المسألة تخص النظام الداخلي مجلس النواب، تلك تخص تفسيرات دستورية والمحكمة الاتحادية بتت بها. أنا أقول اليوم هناك فرصة، هناك فرصة لإعادة هيبة المشهد، هيبة المنصب إلى المشهد. عفوا عفوا، أنا أقول هناك فرصة لإعادة الهيبة إلى المنصب الذي فقد هيبته حقيقة يعني، وهذا يرجع بالضرر على الكتل السنية، لا يرجع بالضرر على الكتل الشيعية. شكرا. اليوم بالعكس يعني كقوة إطار تنسيقي خو يعني من المنطقي أنه هي ترضى بما يحصل الآن، لكن في الواقع هناك غاية ورغبة أنه لك. يتم إعادة المنصب إلى استحقاقه الأولي. من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الوندي، ومن الأنبار كان معنا المحامي أنور العلواني عضو في حزب تقدم، شكرا جزيلا لكما. الأخبار الليلة بعد قليل. ضباب سياسي في البرلمان الفرنسي يحجب رؤية رئيسه ورئيس الحكومة. السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم السريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. أهلا بكم من جديد. يجتمع النواب الفرنسيون الجدد اليوم في ظل الضبابية المخيمة على المشهد السياسي بعد انتخابات لم تنبثق عنها غالبية مطلقة لاختيار رئيس للجمعية الوطنية، الاستراتيجية الهام في مجلس مشتت قد ترتسم فيه ملامح ائتلاف حكومي مقبل. جرت في الأيام الأخيرة مناورات مكثفة داخل الأحزاب تحسبا لهذا التصويت وسط أجواء من التوتر، وأفرزت الانتخابات التشريعية المبكرة جمعية وطنية مقسومة بين ثلاث كتل بدون تحقيق أي طرف للغالبية المطلقة. وقع أدخل قصر بوربون في ضباب سياسي قد تكون فيه التحالفات السياسية سبيلا وحيدا للرؤية والعبور، ولا يقتصر الغموض على منصب رئاسة الجمعية الوطنية، بل المشهد السياسي برمته لم يتبلور بعد 10 أيام من الانتخابات المبكرة. فالجبهة الشعبية الجديدة حلت في الطليعة لكن بدون غالبية واضحة، وبدت حتى الآن عاجزة عن تقديم مرشح مشترك لرئاسة الحكومة وسط خلافات بين حزب فرنسا الأبية والاشتراكيين.
إذن مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل. إذن مراسل الحدث يتحدث عن إصابة شرطي بعملية طعن قبل أن تطلق الشرطة النار عليه على المهاجم في وسط باريس. إذن هذه الأخبار تأتينا من باريس، تنقلها لنا مراسلة الحدث عن إصابة شرطي بعملية طعن قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم في وسط باريس. إذن هذه الصور لهذه الحادثة في العاصمة الفرنسية باريس، كما أشارت إليها الأخبار أو أشرت إليها قبل قليل في أخبار عاجلة نقلا عن مراسل الحدث. لنناقش الوضع السياسي من باريس تنضم إلينا الكاتب أو ينضم إلينا الكاتب السياسي جمال بودومة. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. لا أحد لديه أكثرية، كل الأحزاب منقسمة، وضع سياسي ضبابي في فرنسا. أهلا وسهلا. فعلا، لكن القانون، قانون الانتخابي في البرلمان يحسم هذه النقطة من خلال استحقاق من ثلاث دورات. الدورة الأولى مرت لم تفرز أي أغلبية مطلقة، الثانية أيضا لم تفرز أي أغلبية مطلقة، والآن في هذه الأثناء يجري الانتخاب على في الدورة الثالثة، وهي من احتل المركز الأول هو من سيترتب سيترأس البرلمان. المشكلة الآن الذي يمكن أن تحدث اليوم هو أن الرئيسة السابقة للبرلمان عن معسكر الرئاسي معسكر ماكرون يايل برون بيفي هي التي تتجه نحو الفوز بهذا الاستحقاق حسب الأرقام الواردة من البرلمان. وهذا في الحقيقة هو في حد ذاته يطرح مشكلة سياسية، يعمق الأزمة السياسية، لأن حزب ماكرون خسر الانتخابات الأوروبية وخسر الانتخابات البرلمانية، ويعود البرلمان بنفس الرئيس الذي ينتمي إلى هذا المعسكر. هناك مشكلة ما، أي أن هذا البرلمان وهذه الرئيسة بالضرورة لا تعبر عما قالته صناديق الاقتراع، بمعنى أننا نتجه نحو مزيد من تعميق الأزمة السياسية التي أدت أصلا إلى البرلمان. ما هي السيناريوهات هذا الصراع المفتوح فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية تحديدا، بمنصب رئيس الجمعية الوطنية، رئيس الحكومة؟ رئيس الجمعية الوطنية على الأرجح الرهان هو اختباري أكثر من شيء آخر، أي أن في حال ما توفقت وهي تتجه نحو أن تتوفق في هذا الرهان، مرشحة المعسكر الرئاسي ياول برون بيفي ستعود لرئاسة البرلمان، بمعنى أن الاتفاق مع اليمين الجمهوري بين الوسط الرئاسي واليمين الجمهوري حدث بينهم الاتفاق، بمعنى في المستقبل يمكن أن يشكلوا أغلبية ويشكل بالتالي الحكومة. طبعا هذا السيناريو لم يكن واردا قبل هذه الانتخابات، لأن على اعتبار أن لوغون فوكي رئيس الحزب الجمهوري قال صراحة إنه لن يتحالف مع المعسكر الرئاسي، يبدو أنه غير رأيه. الخاسر الأكبر في هذه المعادلة طبعا هو اليسار، لأن الذي لم يتوافق على اسم يقترحه لرئاسة الحكومة، إذا خرج المعسكر الرئاسي متحالفا مع اليمين منتصرا من معركة البرلمان، بمعنى أنه سيحسم في المستقبل أيضا معركة رئاسة الحكومة. وفيما يتعلق باليسار، هناك محاولة وهناك من يقول هناك من يريد إحداث انشقاقات في صفوف ما يتعلق بالجبهة الشعبية الجديدة، وهي أصلا منقسمة. صحيح صحيح، هذه المسألة طبعا أول من في صالحه شق هذه الصفوف، أول من في صالحه شق الصف هو
طبعا المعسكر الرئاسي والمناورات كانت في هذا الاتجاه، عزل خصوصا الحزب الاشتراكي عن بقية مكونات هذا هذه الجبهة. وقد شهدنا كيف أن المقترح الأول لرئاسة الحكومة مقترح يوغيت بيلو وافقت عليه المكونات الثلاثة وحق ومارس عليه حق النقد الحزب الاشتراكي بمعنى فعلا مهددة جبهة اليسار في مستقبل الأيام. الكاتب السياسي جمال بودوما، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نبقى في باريس لنذكر الخبر العاجل عن وزير داخلية فرنسا، يقول أن الشرطة قتلت منفذ عملية الطعن في باريس. شكرا لكرم المتابعة، نعود ونلتقي على رأس الساعة. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهريا. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتساعد. تابع الحدث في مكانه وزمانه. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control.
الدعم السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه المعارك تدور لليوم السابع على التوالي ما بين الجيش السوداني والدعم السريع. منذ أن بدأت الحرب بذلنا جهدنا لكي نتفادى هذا الحرج وهذه الدماء السائلة. ما مدى أهمية هذه السيطرة إذا ما كانت هذه الأنباء صحيحة؟ المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وكذلك إلى إقاليم كردفان تواجه صعوبات كبيرة. الاتهامات من مندوب السودان في الأمم المتحدة يتهم فيها الجيش الليبي بدعم الدعم السريع. على ماذا استند مندوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا؟ الطرف الآخر هنالك بينات واضحة وأدلة واضحة لتعاوني مع الإيرانيين. قوات الدعم السريع شغلت كثيرا بالغنائم ونهب المواطنين وسلبهم ودخول منازلهم. رقعة الحرب تتوسع يوم بعد يوم. سياق الاقتتال واتجاهاته ما بين الجيش والدعم السريع إلى أين يتجه؟ هناك من يتحدث عن إصرار للطرفين باستمرارية القتال حتى الحسم. الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدين إلى الساعة الثانية من برنامج الأخبار الليلة ونناقش فيها أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، بداية من الرسائل المصرية الإسرائيلية المتبادلة بشأن هدنة غزة ومسار المفاوضات المتأزم. طاردت واعتقالات لعناصر حزب الله بين إسبانيا وألمانيا. وفي العراق مهلة أخيرة للكتل السنية للتوافق على مرشح لرئاسة البرلمان. وخريطة سياسية جديدة في ليبيا بين البرلمان والأعلى للدولة للتأكيد على تفاهمات سابقة. كل هذه الملفات نناقشها بالتفاصيل مع ضيوفنا، والبداية دائما بالعناوين. وزير الخارجية المصري يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ومحور فيلادلفي. نتنياهو يرد بجولة في المعبر. إسبانيا وألمانيا تعتقلان عناصر من حزب الله للاشتباه بتهريبهم قطع طائرات مسيرة استخدمت بالهجوم على إسرائيل. الإطار التنسيقي يتمسك بالمهلة الممنوحة للسنة للتوافق على مرشح لرئاسة البرلمان، وخلاف الزعامة يهدد العرف السياسي. خريطة سياسية جديدة في ليبيا، مجلسان النواب والدولة يتوافقان على حكومة موحدة وانتخابات وفق قوانين لجنة 6+6. ثلاثة عشر عاماً ليبيا غارقة في الفوضى السياسية والأمنية التي تبقيها ضمن مرحلة انتقالية تحت مظلة توافقات سياسية تدعو في العلن إلى حل الأزمة، في الباطن توافق بين الخصوم على إدارة الأزمة السياسية التي تصل أحياناً إلى حافة الحل ثم تعود كما كانت للمربع الأول. وفي إطار المساعي التي يبذلها مجلسات الدولة والنواب، عقد الطرفان اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة، توافقا فيه على بيان ختامي أكدا من خلاله على تشكيل خريطة سياسية لإنهاء الانقسام تبدأ بتشكيل حكومة موحدة وصولا إلى الانتخابات. التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق. 2، تقديم مقترح خارطة الطريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات. 3، تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد. 4، ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي يزيد من استشراء الفساد والغلاء
والتدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن. خامساً، دعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب الليبي. من باريس ينضم إلينا الدكتور محمد علي البوري عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع حضرتك من القاهرة ضيفي الدكتور إسماعيل الشريف. دكتور إسماعيل، 12 عام من بداية الأزمة أو أكثر من بداية الأزمة الليبية، 14 عاما حتى الآن من بداية الأزمة الليبية، العديد من المبادرات، العديد من الاتفاقات، العديد من الاجتماعات التي عقدت داخل وخارج ليبيا. إلى أين وصل الليبيون؟ عن أي قاعدة اليوم يتناقش النواب والأعلى للدولة؟ شكرا سيدي ولقناتكم الموقرة ولضيفك الكريم. نعم، اتنا 10 عاما نحن في فترة مرت بها ليبيا ولم يحصل توافق كامل وشامل، وهذه تداعيات جاءت ما بعد فبراير 2011، وهي فترة ما بعد الصراعات أو أثناء الصراعات تحصل في كل دول العالم. للأسف الشديد أن كنا نعول على البعثة المبعوثين الأمميين المتلاحقين، ولكن لم يكن هناك حوار وطني بقيادة وطنية صرفة دون أي وسطات أخرى، وهذا في كل انتقلنا فيه من مرحلة إلى أخرى حتى أصبحت حدة حجم التدخل الخارجي ازداد، واستقطاب السياسي الخارجي للأطراف المحلية زاد بأكثر قوة، وأيضا أصبحت تضارب مصالح الدول داخل ليبيا سواء الدول الإقليمية أو الدول في المجتمع الدولي بشكل عام أدى إلى هذا الانقسام واستمرار هذه العملية. الآن مجلسي النواب والدولة كان هناك حوار مباشر بين عدد كبير و مجموعة عريضة جدا من مجلس النواب والدولة، ويصل العدد إلى 120 عضوا الذين توافدوا على القاهرة لهذا اللقاء. ولا يفوتني أن أشكر جمهورية مصر العربية التي فتحت لنا ذراعيها حكومة. على ماذا اتفقتم في القاهرة؟ نعم، الاتفاق هذا لم يكن وليد اللحظة، وكان هناك الاجتماع الأول في تونس في نهاية فبراير الماضي، وما بعد فبراير الماضي شكلت لجنة من المجلسين للتواصل مع كل القوى الوطنية، القوى السياسية والمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى الاجتماعية في العديد المدن والمناطق، وتوج هذا اللقاء بنتاج كل المقترحات التي قدمت. وبالتالي نحن اليوم في أمس الحاجة أولا إلى تشكيل حكومة واحدة توحد السلطة التنفيذية داخل البلاد. والتي هل وضعتم مدة زمنية في هذه الجولة من الحوار للوصول إلى هذه الحكومة الموحدة؟ الآن المقترحات في طور الانتهاء، منها مقترح الخارطة الطريق بشكل نهائي لإجراء توافقات عليها من المجلسين بشكل أوسع، وهي جاهزة الآن من خلال تقديم الطلبات
تشكيل الحكومة وآلية تقديم المترشحين لرئاسة الحكومة، وجود آلية واضحة من خلال تزكيات من مجلس الدولة ومجلس النواب والتصويت عليها في داخل مجلس النواب. هذا سيكون تفصيليا في خلال الأيام القريبة القادمة، والآن نعمل سويا أيضا على إيجاد مقترح آخر أو لتوحيد المؤسسات والانقسام المؤسساتي الآن في الدولة من خلال المؤسسات السيادية في الأجهزة الرقابية والمؤسسات الأخرى الاقتصادية الكبرى. فبالتالي نحن أمام عمل كبير جدا خلال الفترة القادمة، وكانت النوايا يعني تدفع بقوة هذا اليوم إلى استمرار العمل. رحب معنا بالدكتور محمد علي البوري وهو عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. نتحدث عن اتفاق جديد الآن ما بين الأعلى للدولة ومجلس النواب، هل نعول على هذه الاتفاقات أم ستذهب أدراج الرياح مع الوقت كما حصل في السابق مع اتفاقات شهدها المجلسين؟ في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك وبضيفك الكريم، والتحية موصولة لكم جميعا. في البداية ردا على سؤالك، لا، الوضع في ليبيا يختلف جدا يعني عن السنوات الماضية، وكل الفصائل السياسية والسلطتين التشريعيتين المعترف بهن دوليا وصلوا إلى قناعة من ضرورة يعني حلحلة هذا الجمود السياسي الذي قارب حدود أكثر من سنتين من يعني إقفال مسار الانتخابي في عام 22. وبالتالي العقبة التي أمامنا الآن هي تشكيل سلطة تنفيذية موحدة لكي تشرف على الانتخابات. هناك خلافات سياسية حول ذلك، ولكن بوجود يعني اتفاق بين أعلى سلطتين شرعيتين تشريعيتين في البلد وهما الدولة الأعلى استشاري ومجلس النواب، هذا التوافق أصبح يتوسع شيئا فشيئا من لقاءات تمت في الداخل في مدينة مصراتة ولقاءات في تونس، والآن توجد بلقاء القاهرة. وكما أشار الأخ الكريم النائب المحترم بأن هناك عمل كثير ويعني دؤوب يعني، وأنا في تصوري أن هذه المرة لن نصل لنهاية هذا العام الميلادي قبل ما تكتمل الصورة بتشكيل حكومة أو سلطة تنفيذية جديدة تذهب بنا للانتخابات، حسب تقديري قد يكون مع مطلع العام القادم. أعود إلى الدكتور إسماعيل من القاهرة. دكتور، البيان أيضا الختامي لمجلس النواب والدولة رفض التدخلات الخارجية وضرورة احترام القرار السيادي، من هذه النقطة لماذا مثل هكذا اجتماعات لا تعقد داخل ليبيا؟ لماذا كانت في السابق في تونس، الآن في القاهرة، البوزنيقة المغربية شهدت اجتماعات أخرى، لماذا لا تعقد مثل هكذا اجتماعات داخل ليبيا؟ للأمانة بأن الطلب هو ليس طلب من جمهورية مصر العربية، ولكن هو طلب من المجلسين لأن يكون هنا في فسحة مصر أو تكون السانحة أكثر إيجابية وأكثر وضوحا. ماذا تقصد تكون مصر أكثر إيجابية؟ لماذا لا تعقد في سرت، في غدامس، في سبها، في طرابلس، في بنغازي؟ نحن هذا التوافق يعني لم يأتي هكذا يعني بهذا الاجتماع، كانت في لقاءات في سرت، كانت لقاءات في مصراتة، كانت لقاءات في بنغازي، في كل المدن الليبية كانت لقاءات مع جميع النخب السياسية. ولكن حتى أنت كما نعلم أن بعض الأطراف قد ترى أن يعني ضرورة أن يكون هذا الاجتماع تحت في أحد الدول الشقيقة تونس أو مصر، ومن ثم الانتقال إلى داخل ليبيا. والمقترح أن يكون الاجتماع القادم في مدينة سرت، وهي سرت التاريخ والجهاد، سرت القرضابية، وهي الوسطية في كل شيء، وهي وسطية وسط ليبيا. ونحن لسنا يعني نأخذ مكان القاهرة أو تونس هو لغرض آخر، إلا لمزيد من التقارب أكثر، حتى نبدد كل المخاوف ونزيد النظرة من بدور الثقة أكثر، وبالتالي تكون العملية
الأخيرة والجلسة الأخيرة والملتقى الأخير والنهائي لوضع الخارطة بشكل تفصيلي نهائي يكون داخل. طيب عندما نتحدث عن انتخابات وفق قوانين لجنة 6+6 العسكرية، ماذا يعني ذلك؟ وأيضا بالنظر إلى ما أقره النواب في 4 أكتوبر 2021 من قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية. أنا أريد أن أصحح، لجنة 6+6 ليست عسكرية، وهي لجنة الخاصة بمجلس النواب والأعلى للدولة. الدولة هذه هي الخمسة زائد خمسة هي اللجنة العسكرية. العسكرية نعم. صحيح. نعم. لجنة أريد أن أتوضح سؤالك من جديد سيدي. انتخابات وفق قوانين لجنة 6+6 وهي اللجان المشكلة من الأعلى للدولة والنواب. كان مجلس النواب قد أقر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أكتوبر، وفي ذلك الوقت رفضه الأعلى للدولة. لا لا، لم يأتي هو الرفض من المجلس الأعلى للدولة. أنا ذهبنا مجلس النواب، قام كان الرفض واضح وصريح من مجلس الأعلى للدولة في ذلك الوقت. نعم كان أيام خالد المشري. نعم كان من رئاسة المجلس، ولكن كان هناك بعض أو عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة كانوا يوافقون ويوافقون على القوانين وذهبوا وسجلوا، ومنهم من ترشح إلى الانتخابات. لكن أود أن أقول هنا أن من أوقف الانتخابات في سنة 21 لم يوقفها مجلس النواب، كان قام بكل مسؤولياته وكل ما هو مناط إليه مجلس النواب كسلطة تشريعية لسن هذه القوانين، وفسح المجال لكل الليبيين للتقدم للترشح أو أن يكونوا ناخبين. أيضا الآن حسب القوانين التي صيغت في الإعلان الدستوري 13، هي الآن من والمقترحة من لجنة 6+6 وتم التوافق عليها، هي أيضا لم تكن قوانين إقصائية. ونحن طيب. مجلس النواب رؤيتنا الشاملة بأن أن تكون العدالة الناجزة تتحقق لكل الليبيين، أن يتقدموا من تتفق عليه الشروط الوطنية، الشروط الواضحة والتي لا تقصي أحد. طيب. التقدم، ونترك الليبيين وشأنهم، هم من يختارون والصندوق هو صاحب الكلمة، ونرد الأمانة لأهلها. دكتور محمد، بهذا الكلام الذي قاله الدكتور إسماعيل من القاهرة، هل انتهت النقاط الخلافية المتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية؟ اسمح لي بعض ثواني قصيرة تعقيبا على سؤالك، وهو لم يكن سؤال موجه لي ولكن للتوضيح. حضرتك ربما قصدت بعدم وجود اجتماعات او عدم امكانيه عقد مثلا اجتماعات في الداخل الليبي. هو قد يكون بسبب الابتعاد على التشويش ليس الا، وانما كما اشار الاخ النائب المحترم هناك كثير من الاجتماعات سبقت في الداخل الليبي. واضيف اليك ايضا يعني مساله ان اتوافق يعني في السياسه يعني 100% لا يوجد في اي مكان في العالم، وبالتالي هناك منوئين لا شك في ذلك في الداخل وفي الخارج، وينوئ في اطار عمل سياسي يعني شرعي يعني، وهذا شيء موجود. وبالتالي ارتأت هذه المجموعة من النواب والدولة أن تبتعد قليلا وتجتمع في مكان بعيد عن التشويش ليس إلا يعني، وإنما هناك إمكانية للاجتماعات في الداخل الليبي. عودة إلى سؤالك فيما يتعلق بأن هذه الشروط غير إقصائية، هذه الشروط غير إقصائية، ولكن المجلس الدولة في رئاسته الجديدة كان اعتراضا على بعض التفاصيل التي هي نوقشت ويعني تم حسمها من خلال التصويت داخل لجنة 6+6، وتم حسمها بالتعديل الدستوري الذي هو تم التوافق عليه أيضا والموافق عليه من قبل مجلس على الدولة، وبالتالي يعني انتهى العمل الدستوري والقانوني، والآن نحن في مرحلة تنفيذ هذه القوانين. هي قوانين يعني صالحة، حتى البعثة الأممية، حتى المبعوث السابق الذي استقال أشار بأن هذه القوانين صالحة وهناك إمكانية لتطبيقها ولا يوجد فيها أي عيب فني، وإنما هناك بعض التحفظات السياسية من الرئاسة الحالية لمجلس الأعلى للدولة، وإنما هذه الأمور يعني نرى أن في طريقها للحل حلالين. طيب. العمل داخل مجلس الدولة وعمل ديمقراطي، وهناك انتخابات قادمة أعتقد في أغسطس القادم في رئاسة حول رئاسة مجلس الأعلى للدولة، وبالتالي هناك حراك داخل مجلس الأعلى للدولة، وجميع أصبح يضج
بعدم الذهاب إلى الانتخابات أصبحت مشكلة للذين هم خارج السلطة والذين هم في السلطة. حتى اليوم في السلطة الآن متهمين بأنهم غير شرعيين ومدون لأنفسهم، وهناك فساد يلاحقهم، قد يكون حقيقة قد يكون يعني عملية افتراءات، وبالتالي الجميع ضجر من هذا الوضع السيء يعني، وبالتالي هي الانتخابات حل للجميع يعني. طيب أعود إلى الدكتور إسماعيل في سؤال أخير. دكتور، البيان الختامي جاء بنقطة رفض التدخلات الخارجية في ليبيا، لكن ماذا عن مسألة الميليشيات وهي لا تقل أهمية، فهي مشكلة أساسية باختصار شديد لو سمحت دكتور؟ احنا نوهنا إلى ضرورة عودة لجنة 5+5 للاستئناف لاجتماعاتها ولتنفيذ ما اتفقت عليه تحت رعاية البعثة الأممية والدول الداعمة في هذا الشأن. فبالتالي هذا المسار هو يتعلق بلجنة 5+5. وأيضا أحب أن أضيف هنا أن ما أفاد به ضيفكم العزيز بأن العمل السياسي لابد أن يكون يبنى على الاختلاف. شكرا جزيلا لك. ولكن نحن الاختلاف نراه من مفهوم التنوع، التنوع السياسي. شكرا، نحن نعتذر على المقاطعة. من القاهرة دكتور إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب الليبي، ومن باريس دكتور محمد علي البوري عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي. اعتقلت السلطات الإسبانية 3 لبنانيين إلى جانب اعتقال رابع في ألمانيا للاشتباه في انتمائهم إلى شبكة زودت حزب الله اللبناني بقطع تصنيع مسيرات متفجرة. وأفادت السلطات الإسبانية في بيان رسمي بأن الحرس المدني رصد عمليات مشبوهة لشركات إسبانية يديرها لبنانيون تضمنت وجود كميات كبيرة من مواد ومكونات تصنيع مسيرات متفجرة. وأوضحت السلطات أن هذه الشركات اشترت عناصر مكونات التوجيه الإلكتروني ومراوح الدفع ومحركات البنزين وأكثر من 200 محرك كهربائي ومواد لجسم المسيرة والأجنحة إضافة إلى أجزاء أخرى. وقد أشارت السلطات إلى أن القطع التي حصلت عليها الشبكة تبين استخدامها من قبل الحزب في هجمات استهدفت إسرائيل بعد بدء حرب غزة. الآن نذهب لنستمع إلى كلمة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس. بينما يواصل الكفاح من أجل خفض أسعار الأدوية لكبار السن، رئيس بايدن وأنا تصدينا لشركات الأدوية الكبيرة وحافظنا على سعر دواء الإنسولين عند $35. من له فرد في العائلة يعاني من مرض سكري يعني ما يعنيه ذلك، ولكن ترامب يريد أن يتخلص من هذا السقف السعري، سيوقع مع شركات الأدوية الكبرى ويسمح لها بجعل أسعار الأدوية أغلى بكثير. علاوة على ذلك، فيما يتعلق برعاية صحية، هم يرغبون في التخلص من قانون الرعاية الصحية. دونالد ترامب وحلفائه سعوا لحوالي 60 مرة لإلغاء قانون الرعاية الصحية وإعادة السلطة لشركات الأدوية لحرمان أصحاب الأمراض المستعصية من الحصول على الأدوية. هذا يعني النساء اللائي يعانين من سرطان الثدي وكذلك المرضى السكر. الرئيس بايدن وأنا جعلنا القانون، قانون الرعاية الصحية، أكثر قوة، لأننا نؤمن أن الرعاية الصحية يجب أن تكون حقا وليس ميزة لأولئك الذين يستطيعون الحصول عليه. الإدارة الأخيرة منحت خفض ضريبي لأصحاب المليارات، لكننا منحنا خصومات ضريبية للأسر من خلال الإعانات الخاصة بالأطفال.
وأرجوكم لاحظوا أن مشروعهم مشروع 2025 سوف ينهي أيضا ذلك منذ البداية، حيث يمكن أن يحرم 100,000 من الأطفال من المساعدة. بالنسبة لتكلفة المعيشة، دونالد ترامب يقول أنه سيفرض رسما 10% على كافة السلع المستوردة، ويتفق الاقتصاديون المستهلكون بأن هذا الرسم سوف يزيد سعر نفقات الأسر مثل البنزين وكذلك الألبسة والأغذية. ولكن نحن تصدينا لشركات الأدوية الكبيرة وكذلك البنوك الكبيرة لخفض الأسعار، فنحن قمنا بإلغاء الديون بما في ذلك ديون الطلاب، ولم تشهدوا مثيل لذلك من قبل، أليس كذلك؟ وحتى الآن قمنا بإلغاء القروض لما يقرب من 5 ملايين مواطن أمريكي، وتقريبا الضعف للمدرسين والممرضين وكذلك رجال الأطفال بما يصل إلى الضعفين. شكرا لكم، أهلا وسهلا. كما أننا نكافح من خفض أسعار الطاقة، ولقد استثمرنا بطريقة تاريخية في الطاقة النظيفة، واليوم الولايات المتحدة لإنتاج طاقة، ونحن حققنا استقلالنا في مجال الطاقة، لكن ترامب يريد أن يعيد هذا التقدم إلى الوراء ومن خلال دعم كبار شركات النفط. سعى هو لبيع أو للقضاء على الاستثمارات في الطاقة الجديدة من أجل مساهمة بمليار دولار لحملته الانتخابية. طبعا انتم تفهمون الحوافز. إذن كارولاينا، نكتفي بهذا القدر من كلمة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس، ونعود بالنقاش والتحليل لما أوردناه قبل قليل من اعتقال السلطات الإسبانية لثلاثة لبنانيين، إلى جانب اعتقال رابع في ألمانيا للاشتباه في انتباههم إلى شبكة زودت الحزب بقطع تصنيع مسيرات متفجرة. من برلين ينضم إلينا مصطفى العمار، عضو مجلس الأمن القومي في حزب الاتحاد وخبير الأمن الدولي. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. الاعتقالات زادت، اليوم نتحدث عن عمليات مشتركة ما بين دول، نتحدث عن عملية مشتركة بين ألمانيا وإسبانيا. كيف نفهم هذا التطور فيما يتعلق باكتشاف الشبكات الممولة للحزب تحديدا من داخل أوروبا؟ مساء الخير. طبعا هذا التطور هو ليس بالجديد، وأيضا هذا الأوروبي الألماني الأوروبي أيضا ليس بالجديد، خصوصا السيدة أرسولا فون دير لاين التي اليوم أيضا تم إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية. هناك تقريبا عمل جدا جاد منذ تقريبا 2020 عندما تم وضع حزب الله الإرهابي على قائمة الإرهاب لدينا في ألمانيا. كان هناك ولا زال الآن هناك تبادل معلومات، هناك أيضا جهود جدا مكثفة من دول عربية، أيضا هناك جهود أيضا مكثفة من حلفاء وشركاء غربيين أيضا موجودين في التعاون مع أوروبا لتبادل معلومات وأيضا لإعطاء الكثير من الأدلة، خصوصا ما لاحظناه الآن في الآونة الأخيرة خصوصا بعد 7 أكتوبر أن حزب الله الإرهابي هو لديه يد في هذه الحرب، هو من حرضه، وهو أيضا لديه هناك تقريبا العديد من الشبكات الموجودة على الأرض الأوروبية. لكن هنا نحن كدولة قانون ليس بدولة بوليسية، نحن هنا نذهب ونعمل ونناقش ونحرر ونتابع ونراقب، ثم يتم إلقاء القبض على هذه الأعضاء وعلى هذه الشبكات داخل الأراضي الألمانية والأوروبية. لكن الجديد في هذه الحادثة عندما تم تقريبيا معرفة أن شظايا المسيرات التي يستخدمها الحزب مطابقة وبشكل كبير إلى قطع الغيار التي تم استيرادها من أوروبا عن طريق هكذا شبكات، هنا نسأل هذه السهولة في تمويل الحزب بقطع الغيار كيف تتم؟
هذه ليس بسهولة، وإنما هناك عبارة عن بعض الشركات توجد لديها أيضا جوين فنتشر مع شركات أخرى أوروبية، وتوجد هناك تقريبا العديد من الشركات الصغيرة أو رجال الأعمال الذين يتم تمويلهم عن طريق مثل ما يقول هنا غسيل الأموال وأيضا المخدرات وغيرها. وهنا تقوم هذه الشبكات أيضا بعمل وشراء شركات، ويتم من خلال هذه الشركات التداول عبارة عن إكسبورت إمبورت، وتتم هنا أيضا لا أعتقد أنها بسهولة تم يعني مثل ما ذكرت، وإنما لو كانت بسهولة لم يتم إلقاء القبض عليهم، لكن أعتقد أنها تحتاج إلى ولكن متى تم إلقاء القبض عليهم؟ بعد أن طابقوا الشظايا بهذه القطع، يعني بعد فترة وجيزة على الأقل. يعني هناك عندما هناك تقريبا إعطاء أو تصدير قطع غيار للطائرات توجد لدينا هنا العديد من الشركات، وهنا توجد لدينا العديد من الشركات التي هي التقنية والتكنولوجية، يتم أيضا هنا هذا أيضا التحرير عن هذه الشركات إلى من تصدر وإلى أي دول، خصوصا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا تم هنا وضع العديد من الحظر على بعض الشركات، وإعطاء تقرير لربما لم يكن أسبوعي وإنما تقرير شهري حتى يتم معرفة ومتابعة أين تذهب هذه قطع الغيار إلى أي دول. ولحسن الحظ يعني تم هنا كشف هذه بعض هذه التقارير أن هناك تقريبا يتم تصدير عن بعض المجاميع وتم التحقيق. وأعيد وأكرر، نحن كدولة قانون لا نتبع هنا التحقيقات، ونقوم هنا على تحليلها وتفسيرها، وأيضا بالتعاون مع بعض الدول لتبادل المعلومات حتى يتم هنا إلقاء القبض. مثل ما تعلم هذا إلقاء القبض لم يتم عبارة عن الشرطة، وإنما تم عن طريق المدعي العام في عندما تم من كارسرو، هذا تقريبا هو أكبر مدعي عام لدينا هنا في ألمانيا، ويجب وتم إلقاء القبض من قبل الشرطة الألمانية مكافحة الإرهاب. وهناك أيضا تعاون مع العديد من الدول الأوروبية، ولا زالت التحقيقات مستمرة. هل تتوقعون أن هناك بالفعل شبكات كبيرة جدا في أوروبا هي من تقوم بعملية إرسال قطع الغيار؟ عندما نتحدث عن شبكات، هذه الشبكات تحتاج إلى تمويل، دعم فني وغيرها، كيف تقدرون حجم هذه الشبكات المتعاملة مع الحزب؟ لا أريد أو لا أود أن أعطي هنا بعض المعلومات أو بعض الأرقام، لأن جهازنا الاستخباراتي وأيضا نحن في مجلس الأمن القومي في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقياس فريدريش ميرس نضع هذا من أولوياتنا حتى يتم أيضا إعطاء بعض التحاليل، إعطاء بعض الأدلة حتى يتم القضاء عليه. لكن هنا أيضا لدينا عتاب على الحكومة الحالية، حكومة السيد أولاف شولز. هناك تقريبا المسجد الأخضر، المسجد الأزرق الموجود في هامبورغ، الذي هو يد الملالي في ألمانيا، وهو أيضا يتم هنا أيضا منعه، يجب أيضا أن يتم تفكيكه. وهناك شبكات موجودة في ألمانيا، ولم تكن هناك شبكات موجودة لم يتم هناك إصدار مذكرات اعتقال. للأسف لبنان يعني خذلت الاتحاد الأوروبي وخذلت ألمانيا، خصوصا ألمانيا وضعت الهوية اللبنانية بعين الاعتبار، لكن لبنان لم تتحرك أيضا بالمتابعة، ولم أيضا تتحرك بإعطاء أيضا فعلا بأن يكون هناك فعلا حد وكف لحزب الله بالتدخل بهذه الصراعات. شكرا جزيلا لك من برلين مصطفى العمار، عضو مجلس الأمن القومي في حزب الاتحاد وخبير الأمن الدولي، على كل هذه الإيضاحات. أفاد موقع أكسيوس أن ممثلي الحزب الديمقراطي الأمريكي يتوقعون أن يضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانسحاب من الانتخابات في نهاية هذا الأسبوع. وأشار الموقع الأمريكي نقلا عن عدد من كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي أن ضغطا متزايدا من قادة الحزب في الكونغرس والأصدقاء المقربين لإقناع الرئيس بايدن باتخاذ قرار الانسحاب من السباق الرئاسي في نهاية هذا الأسبوع. ووفقا لمصادر أكسيوس، فإن المقربين من بايدن قلقون ليس فقط من الفرصة المنخفضة في الفوز، لكن أيضا من أن إخفاقاته وأخطائه الأخيرة قد تؤدي إلى فقدان الأغلبية في مجلس الشيوخ، فضلا عن منع الديمقراطيين من استعادة الأغلبية في مجلس النواب من الجمهوريين في نهاية نوفمبر.
معنا من مدينة ريهوبث مراسل الحدث بيير غانم. مرحبا بك بيير. كيف تتفاعل هذه الأخبار المتعلقة لربما بانسحاب الرئيس بايدن من السباق الرئاسي؟ ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية هو تكدس من الأخبار الجديدة عن ضغوطات من كبار القيادات في الحزب الديمقراطي في محاولة لإشعار جو بايدن أن الحملة الرئاسية لا تسير على ما يرام. تسربت أخبار إضافية عن اجتماعه مع زعماء الحزب شومر وجيفريز في الكونغرس. تسربت أخبار بعد ذلك عن نانسي بيلوسي وهي شخصية كبيرة في الحزب وكانت رئيسة لمجلس النواب. ثم جاء خبر أوباما الذي يقول أنه تحدث إليه مرة واحدة بعد المناظرة، ولكن أوباما يتحدث إلى قيادات في الحزب الديمقراطي ليقول أن أيضا هذه الحملة الرئاسية مشكوك في مصيرها. لو كنت جوزيف بايدن وكنت تعيش في هذا المنزل خلفي وتنظر إلى هذه الأخبار لرأيت الكثير من الإنذارات التي تأتيك من قيادات الحزب الديمقراطي بأن الوضع ليس جيدا. طيب نذهب إلى نادية البلبيسي مديرة مكتب الحدث من ويسكونسن. نادية، هل وصلت إليكم هذه الأخبار؟ وصلت إلى أرجاء مكان انعقاد المؤتمر الجمهوري؟ للأسف لا أسمعك جيدا حسين، لو سمحت بس عيد السؤال. طيب أنا أولا مبروك معك يا حسين، بعد قليل سيلتقيكم على رأس الساعة. هل وصلت الأخبار المتعلقة بانسحاب بايدن من السباق الرئاسي؟ أهلا بك، مبروك، عذرا على مش مشكلة الأسماء أبداً. بس على كل الأحوال نحن هنا في هذه القاعة طبعا ننتظر وصول الرئيس ترامب ليقدم هذا الخطاب. هذا الخطاب هو أهم خطاب في حياته السياسية ربما، وعرفنا بأنه عدل منه قبل أيام بعد محاولة اغتياله، لكنه قد يعدل منه الآن إذا بالفعل كان هناك حديث جدي بانسحاب الرئيس من السباق والضغوط متزايدة عليه. لكن قبل قليل كان معي ضيف كنا نتحدث جمهوري طبعا على أنه إذا كان حملة الرئيس ترامب تفضل أن يكون المرشح الرئيس بايدن أو غيره، طبعا هو يرى لا فرق بينهما على الإطلاق، لكن حسب معلوماتي ومن المقربين من حملة الرئيس ترامب أكيد هم يفضلون الرئيس بايدن لأنه يعتبرون بأنه يمكن هزيمته بسهولة، لكن أيضا يعتبرون بأنه يمكن هزيمة كاميلا هاريس، يرونها بأنها لا تتمتع بشعبية على الإطلاق، وبأن أي مرشح ديمقراطي الآن ليس لديه الكثير من الوقت. يعني إذا لم تكن كاميلا هاريس هي البديلة سيكون هناك مؤتمر مفتوح كما يسمى The Open Convention في أغسطس، أقل من شهر من الآن، لا يوجد هناك وقت كافي للعملية التنظيمية والدعم الانتخابي المالي واختيار مرشح معروف للناخب الأمريكي، عدا على أنه على فكرة إذا لم تكن حتى كاميلا هاريس سيكون هناك، وإذا كانت هي ولا يوجد هناك وقت أيضا لإقناع المندوبين. نتحدث عن أكثر من 3,000 مندوب، صحيح نادية؟ نحو 3,000. أكيد أكيد. وعلى فكرة هذه النقطة مهمة جدا مبروك. لماذا؟ لأنه حملة الديمقراطيين والرئيس بايدن كان دوما يقول بأن ترامب هو خطر وجودي على الديمقراطية الأمريكية، والآن كل الأمريكيين الذين ذهبوا وصوتوا في انتخابات تمهيدية للرئيس بايدن كمرشح لهم، إذا انسحب الرئيس هناك أزمة في الديمقراطية، وبالتالي يتم سحب البساط من تحت أقدام الديمقراطيين باستخدام هذا التكتيك في الانتخابات، وسيكون لصالح الجمهوريين مهما كان السيناريو في معسكر الديمقراطيين. إذن فوضى في الديمقراطيين كما وصفها بيير قبل قليل، وهنا المشهد أنقله لك هو وحدة كاملة. حتى أنصار نيكي هيلي، ونيكي هيلي نفسها أتت هنا خلفي في هذه المنصة وقالت بأنها طلبت من أنصارها ومؤيديها أن يدعموا الرئيس ترامب،
وكل خصومي السياسيين الذين وقفوا على المنصة ينتقدون الرئيس ترامب، أتوا واحدا تلو الآخر يدافعون عنه بشدة. رأينا ديسانتس وفيفيك راماسوامي ونيكي هيلي، جميعهم في الواقع أتوا إلى هنا ليقدموا الطاعة، ليقدموا الدعم الكبير للرئيس ترامب. ترامب الآن هو قائد للحزب الجمهوري، وهناك حماس كبير، وهناك يعني لحظة مصيرية كما يصفها الجمهوريين بأن هذه الانتخابات تاريخية وحتمية ستغير الكثير. يقولون معا سنكتب الفصل القادم للولايات المتحدة. وطبعا تم اختيار جي دي فانس كنائب للرئيس، وهو يتناقض مع صورة كاملا هاريس، سواء كانت بقيت كمرشحة أو انسحبت من السباق. على كل الأحوال هو وجه جديد يمثل الشباب، التيار المحافظ، لكنه الذي يرفع شعار أمريكا أولا، وهو تيار الرئيس ترامب الذي يمكن له أن يجذب الناخب الأمريكي العادي الذي يرى فيه قصة نجاح، خصوصا في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان وبنسلفانيا وأوهايو، لأنه يمثلهم، هو شخص مثلهم تماما، أتى من طبقة كادحة عاملة فقيرة جدا، واستطاع أن يحقق الحلم الأمريكي بانتمائه إلى قوات المارينز، بدخوله إلى جامعة إلى كلية القانون في جامعة ييل، والآن نعم. وقف هنا ليمثل التذكرة الأكثر ربحا كما يوصفها الجمهوريون هنا الذين تحدثت معهم، وهي ترامب فانس للانتخابات القادمة كرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة. بيير أعود إليك، مسألة الأموال وأصوات المندوبين، هل هي مهمة سهلة لأن تذهب من بايدن إلى مرشح آخر؟ نبدأ بموضوع آخر عن الأموال، وليس ولن أجيبك بشكل مباشر في هذه اللحظة، تسمح لي. هناك معلومات صدرت هذا الصباح أن أحد الأسباب الأساسية لدى الديمقراطيين ليقولوا للرئيس بايدن أن عليه أن ينسحب من هذا السباق هو أن عدد كبير من المانحين توقفوا عن دفع الأموال، ليس فقط للحملة الرئاسية لبايدن، بل أيضا للحزب الديمقراطي ولمرشحي الحزب الديمقراطي. هذه المعلومات ليست مؤكدة بشكل كامل، ولكن أكثر من مصدر قال أن بايدن سمع من قيادات الحزب أن صحيح أن لديك شعبية عالية، ولكن يجب أن نقول أيضا أن الأموال لا تأتي إلى حملة الديمقراطيين أو الحملة الرئاسية. بالنسبة لتجهيل الأصوات، يستطيع بايدن أن يقول أنه انسحب ويترك للمندوبين حرية أن يختاروا من يريدون، وهذه مسألة سهلة. بالنسبة للأموال التي تملكها الحملة أيضا هذه مسألة سهلة، خصوصا لو كانت كامالا هاريس هي المرشحة للرئاسة. يعني بالنسبة لبايدن موت وخربان بيوت كما يقال. شكرا جزيلا لك منري هوب، مراسل الحدث بيير غانم، ومن ويسكونسن مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادي البلبيسي، شكرا جزيلا لكما على كل هذه الإيضاحات. وقبل أن نستمر في النقاش في الملف الأمريكي، نذهب إلى مراسل الحدث محمود شكر فيما يتعلق بالأخبار العاجلة التي نقلناها قبل قليل والمتعلقة بأكثر من 10 أشخاص بين قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا قرب صفد البطيخ. إذا نتابع هذه الصور الآن التي تأتينا قبل قليل، هي من هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا قرب صفد البطيخ جنوبي لبنان. مصادر الحدث تتحدث عن أن المنزل المستهدف جنوبي لبنان تستخدمه عناصر حزب الله، وأيضا مصادر الحدث تقول بأن هناك 4 قتلى وعدد من الجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت هذا المنزل. نتحدث عن 4 قتلى بحسب مصادر الحدث حتى اللحظة بهذه الغارة الإسرائيلية. ذات المصادر أفادت بأن هذا المنزل كان أو يستخدمه عناصر الحزب. المزيد من التفاصيل من جنوب لبنان، مراسل الحدث محمود شكر، المزيد من عندك محمود، تفضل.
بداية هي سلسلة من الغارات بدأت مع تمام الساعة 8 إلى هذا التوقيت. يمكن للقول إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي وأيضا المسير هو نفذ عدد من هذه الغارات ما بين ميس الجبل إلى شقرة إلى مجد السلم وإلى بلدة صفد البطيخ التي هي بالقرب أو تقع بالتقاطع ما بين مجد السلم وأيضا بلدة الجمجمية. الأساس في هذه العمليات هو منزل من ثلاثة طبقات في صفد البطيخ سوي مع الأرض لأن الغارة كانت بواسطة صاروخين من الصواريخ الثقيلة. الدفاع المدني لأكون معك دقيقا، حتى هذا التوقيت هنالك عدد كبير من سيارات الأسعاف التي قامت بنقل ما يفوق 12 جريحا ما بين إصابة وأيضا عدد من القتلى، وأيضا رجال الدفاع المدني اللبناني وأيضا رجال الإسعاف من كشافة الرسالة التابعة لحركة أمل أو أيضا الهيئة الصحية الإسلامية. هي تقوم في هذه الأثناء بعمليات رفع الردم والأنقاض للوصول إلى مصابين تحت الردم. المعلومات بالأرقام هي متضاربة، حتى الساعة ننتظر بيان رسمي من الدفاع المدني، ولكن أقله بحسب التقديرات وأيضا التقاطع التي نقوم به ما بين هيئات الإسعاف المدني وما بين أيضا رجال الدفاع المدني على الأرض تشير إلى سقوط أقله 4 على مستوى الضحايا ووصول إلى 12 إلى 13 ما بين الجرحى. وأيضا منذ بعض الوقت المستشفيات في المنطقة تطلب بالتبرع بالدم وتحديدا إلى المستشفى الإيطالي، وأيضا هنالك عدد من الأشلاء. المعلومات تتحدث إلى أن هذا المنزل يسكنه ويقتنه عائلات من النازحين أبناء البلدات التي تقع على تماس الحدود، نزحوا إلى هذه المنطقة أو إلى هذه البلدة التي هي صفد البطيخ وسكنوا في شقق هذه البناية. وأيضا البعض يتساءل عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الغارة أو عن كان هنالك استهداف باتجاه هذه البناية، ولكن بالعودة إلى الأرقام حتى هذا التوقيت هنالك تضارب في العدد النهائي، ولكن البعض حسم بالقول إلى أن الذي جرى هو مجزرة على المستوى الإنساني في بلدة صفد البطيخ. نبقي عينا مع على هذه التطورات من جنوب لبنان. مراسل الحدث محمود شكر، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. وبالعودة إلى الشأن الأمريكي ينضم إلينا رئيس الحزب الجمهوري في ويسكونسن، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. انكشف الآن الغبار، يبدو أن بايدن في طريقه إلى الانسحاب، ماذا يعني ذلك بالنسبة للجمهوريين؟ لا أعتقد أن ذلك سوف يغير شيئا في السباق الرئاسي، ولا حتى في ما يتعلق بالرهانات السابقة لربما يأتي مرشح أقوى من بايدن. ألا يتخوف الحزب الجمهوري من هذه النقطة؟ هل تسمعني؟ Oh, apologize. The feed must be going in and out. I hear you now. I hear you now. No. Oh, okay. So إذن أعيد وأط... I don't think it matters who they're going to لا أعتقد أنه لا يهم من سيكون مرشح الحزب الديمقراطي. طيب، ما المتوقع من كلمة ترامب هذه الليلة؟ ما الجديد الذي سيأتي به ترامب؟ أعتقد أننا سوف نسمع من الرئيس ترامب عن خطابات يدعو فيها إلى الوحدة بين الأمريكيين.
طيب هل سيتطرق إلى هذه النقطة، مسألة انسحاب بايدن من هذا السياق؟ نحن تبعنا في اليومين الماضيين بأن الرئيس الأسبق ترامب قد مزق خطابه السابق وأعاد كتابة خطاب جديد، هل نتوقع خطاب أجدد بعد هذه النقطة؟ أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأمور في خطابه الجديد، وأعتقد أنه سوف ربما يتطرق إلى ما يجري في الحزب الديمقراطي، ولكن مرة أخرى مهما كان محتوى هذا الخطاب فلا أعتقد أنه سيحيد كثيرا عن توجه الحزب الجمهوري، خاصة في عقاب اختيار جيدي فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس. طيب الرئيس نفسه تحدث عن مسألة الوحدة ووصفها بأنه ليس بالأمر السهل وهو لا يتوقعها، لماذا ليس بالأمر السهل الوحدة في الولايات المتحدة؟ الأمر كذلك لأننا منقسمون جدا، وطبعا هناك بعض القضايا التي لم نتمكن من حلها أو تجاوزها، وبالتالي فإن البلاد منقسمة إلى حد بعيد، وهذا هو الذي يجعل الأمر ليس بالهين. وبالتالي الرئيس ترامب يدعو ودعا إلى الوحدة من أجل تهدئة النفوس، وكذلك دعا لذلك الرئيس بايدن. طبعا إذا ما تم الاستغناء عن بايدن كمرشح يجب أن ننتظر من سيكون خليفته. طيب أنت قلت أن البلاد منقسمة إلى حد كبير والحديث الآن يتمحور حول الوحدة، ما الذي يجب أن يتضمنه خطاب بايدن حتى يعزز الوحدة في الولايات المتحدة من وجهة نظرك؟ أعتقد هو بحاجة لمد اليد إلى الجميع، خاصة في ظل الحادثة التي وقعت يوم السبت الماضي. وأعتقد أنه سوف يمد غصن زيتون لكل من يخالفه الرأي ويحاول استقطابهم وضمهم إليه وإلى الحزب الجمهوري. وأعتقد أننا سوف بالتأكيد نرى بعض المشاعر التي تطفو على السطح. شكرا. شكرا جزيلا لك هيلاريو ديليون رئيس الحزب الجمهوري في ملوك على كل هذه الإيضاحات. الأخبار ليلى انتهت، شكرا لكرم المتابعة، حسين الشيخ على رأس الساعة في 19:00.